مشاريع حيوية ومهمة في محافظة المهرة اليمنية، وضع حجر أساسها الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر أثناء زيارة رسمية للمحافظة. تم خلالها تأسيس 8 مشاريع استراتيجية تأتي في إطار دعم المحافظات اليمنية المحررة وإعادة الإعمار فيها. توسعة مطار الغيضة وإعادة تأهيله من جديد حتى يصبح مطار دولي يستقبل الطيران. أبرز المشاريع تمثلت في إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية وإعادة تأهيل ميناء نشطول ومطار الغيضة وبعض الطرقات الداخلية، إضافة إلى توسعة وتأهيل قطاعات المياه والطاقة الكهربائية بكلفة 133 مليون دولار ضمن خطة لإنجاز العديد من المشروعات بتمويل سعودي. 20 كيلو من الأنابيب تمتد من مكان الحفر الأبار وصولا إلى الغيضة نفسها وبناء خزانات مياه وأجهزة رفع ودفع لجميع المحافظة لتصبح الإنتاج إن شاء الله ضعفي الإنتاج المياه. المشاريع التي وضع حجر أساسها تأتي انطلاقا من حرص قيادة المملكة واستمرارا لدعمها الدائم لليمن في كافة المجالات لتلامس مختلف القطاعات ذات الأولوية والأهمية في حياة المواطنين، وتحديدا مجالات البنى التحتية والخدمات الأساسية، تنشيطا للتنمية والاقتصاد وتوفير فرص العمل. عبد الرحمن بن عطية، الإخبارية.